السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد مع وصفة جديدة اللي من الوصفات القدام اللي غزالين بزاف اللي ما كنصوناوش عليهم في المناسبات وفي الأعياد، اللي هي غريبة ديال الكوك والسميد بطريقة اقتصادية وسهلة وناجحة 100%. جربوها ان شاء الله وما غتندموش وغتولي معتمدة عندكم، وعاد المذاق ديال الليمون اللي كيعطيها نكهة غزالة بزاف. المقادير غنحتاج 6 ديال البيضات، نص كيلو ديال السكر سنيدة، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال السميدة، السميدة رقيقة ديال الحرشة، جوج معالق أو 30 غرام ديال الكونفيتور، ولاغوم ديال الليمون أو لا تستعملو قشرة ديال الليمون، وجوج ديال الساشي ديال الألزا ديال يعني خمارة الحلوى. هادشي اللي عندي في القوام، وغندوزو للطريقة ديال الخدمة ديالها. تقدروا ديروا نص ديال المقادير، وبالنسبه للسكر تقدروا ديروا قل، انا كنخص شويه قل من نص كيلو، ولكن انا عطيتكم العبار مضبوط باش كيبقى لكم الاحتياط. طبسه ديال الملحه، صافي غنخدم هادو هما الاولين، عاد غنزيد الزيت. غنخدم حتى غنحس بسنيده دابت، حيت كل ما تعلكات ديك السنيده كتجي غريبه ديال المشقه وكتجي معلكه من الداخل. دابا نخدم غير السكر بحال هكذا مع البيض مزيان مزيان حتى تذوب ليا سنيدة، ونرجع باش نكمل. شفتوا راه كنعطيها الخدمه مزيان باش كتطلق لي هذيك السنيده كلها كتذوب، وكل ما كدلكي كل ما كتولي ترخى. شفتوا كي كتولي الخليط عندي مرخي. وهذا الكوك هذا راه الكوك اللي مزيان، راه خديته البارحه كتو ب40 درهم، الحمد لله راه نزل شويه واخا قليل، راه نزل شي شويه مابقاش كيف ما كان. ودابا ملي تخلط كلشي سخفت، حيت راه هي بصح كتبغي تدليك. ملي تخلط كلشي ما كنلقاش هذوك الكويرات ديال الكوك، كما شفتوا درت كاع المكونات الاخرى دقه واحده ورجعت خدمت كلشي مع بعضو. دابا غنبدا نزيد السميده. السميده ما نزيدهاش دقه واحده، يعني غنزيد نص ديالها ونحبس عاوتاني حتى نخلط ونشوف، حيت كما كتعرفوا السميده دغيا كتشرب، ما خصهاش تجيني قاصحه. واخا هاد العبار هذا راه كيكون مضبوط ديال نفس القياس ديال الكوك، هو نفسه ديال سنيده وسميده بجوجهم، كيجي مضبوط وكتجي غريبه مشقه وزويونه. ان شاء الله هي غطيب وغتشوفوها كيفاش كتجي. هادي عندي فيها كوموند صايبه لمولاتها باش توجد ان شاء الله، وقلت علاش لا ما تقسماش معكم. كيف شفتوا هاد الايام ما حطيت لكم حتى حاجه ديال العيد، كنا كنصلحو ما صلح لي كاع نصور شي حاجه وصافي. دابا ملي جا الكوموند قلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هاد هاد غريبه هادي، حيت بصح بزاف الناس كيجربوها ما كتصدقش ليهم، انا وحده منهم. وهادي كانت ديال صالحه الله يعطيها الخير، صراحه الله الحلويات ديال صالحه شانيل كنت بزاف منهم كنجربهم قبل كاع ما تكون عندي القناه، وكيصدقوا لي زويونين وكنقيدهم. صافي كيف شفتوا دابا زدت نص الاخر ديال السميده، يعني كملت نص كيلو، وعنعاود بحال هكا نعجن نعجن ونخليها شويه تشرب نشوف. نخليها غير واحد 4 ديال الدقائق نشوف واش شربت ولا باقا مرخيه. الا بانت لي العجينه باقا كتلصق خاصها غنزيد شويه ديال السميده باش ما تجينيش عاوتاني سايحه بزاف هكا، حيت ملي كتكون مرخيه بزاف كتجي سايحه ما كتبغيش كاع تطلع، يعني كتفيض. هي الصراحه كتبان لي انا باقي خاصها، ومازال عندي سميده نقدر نزيد ونحاول ندلك. راه الدليك هو اللي كيخدمها الصراحه، زعما راه ماشي راه حيت القوام ولا
راه الخدمه ديالها هي اللي مهم تعرفوها. وشفت شي فيديوهات ديال شي بنات كيديروا فيها الزبده، هذه ديال الكوك ما فيهاش الزبده كاع. في مره من زمان عمري ما شفت شي مراه كبيره هكا كتصايب هذه الوصفه فيها الزبده، بالعكس هي فيها غير الزيت، ربما حتى الزبده هي اللي كتقصح عليكم وما كتجيش مشقه. شفتوا راه باقي خاصها، يعني غنزيد واحد شويه، انا غنعبر وغنشوف نقول لكم شحال زدت بالضبط. غنعبر ربعه ونشوف شحال غتاخذ لي مازال باش تجمع. هي دابا عبرت ربعه، غنزيد منها واحد شويه ونشوف. هي سميده كتبقى على حسب. هنا كنظن دابا راه مزيانه، غنجمع ونشوف. ملي كتبدا تجمع لينا بحال هكا راه بدات يعني كتجمع كتقصح. هاتي ديك الريحه ديال الليمون كتجي غزاله، يعني المذاق ديال الليمون، ريحه القشور الليمون كيجي رائع مع هاد مع الكوك. شفتوا هنا ها قربت تجمع ليا، غنزيد واحد شويه غير بهذه الطريقه هذه، ما تكبوهاش دقه واحده. وغنشوف معاكم شحال اللي بقى لي من بعد ما نجمع الغريبه ديالي. دابا راه بركة عليها، وهاد اليد خلاص اللي كتكون عامرة ما عمرها ما كتلقى القياس، هادي هي باش كتلقى القياس. شفتو يعني مبقاتش كتلصق، يدي ولات نقية. وهكا نقدر نكورها ملي غنخليها غير واحد شوية على ما نكمل الكويرات غنلقاها نشفات. شفتو وهنا راه سنيدة مبقاتش في مرة، يعني ولات واحد تعليكة فيها. فدابا غنجمع هادشي وغنغسل يدي وغنرجعو نكملو الطريقة ديالها باش نكوروها. صافي دابا غنبدا نكور كيما شفتو، هي دابا ارتاحت شي شوية وباقا رطبة، مي وخا ارتاحت مازال رطبة. دابا غنبدا نكور كويرات يكونو متساويين ونديرهم في سكار كلاصي. ضروري العجينة تكون عندكم مرخية، إلا كانت قاصحة راه كتجي ناشفة. وكاين اللي كيدير غير بحال هكا، ما كيبقى كاع يكور كيهز هكا ويحط. انا كيعجبني الكور باش تجيني هكا مقاده، وحتى باش كنشد لابار في يدي. بالنسبه للسميده اللي زدت، زدت 100 غرام، عبرت اللي بقات تما لقيت عندي 145 غرام بحال هكا، يعني اللي بقات. صافي هنا من بعد ما كنكور واحد القياس كنديرو في سكر كلاصي كما كتشوفوا، كنحطو متباعدين في الطاوله اللي كتكون مفرشه. ضروري خصها تكون مفرشه حيت السكر كيتحرق. هنا راه استخدمت انا غير السكر العادي، يعني سكر كلاصي العادي. اما الا كان سكر سبيسيال راه كيجي احسن بزاف حيت هو ما كيتحرقش، كيصبر الحراره. وصافي دخلتها 15 دقيقه طابت وكانت هذه هي النتيجه. وشكرا لكم على التشجيع، والا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديوهات ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف على التشجيع ديالكم. لاله يخطيكم عليا، والسلام عليكم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.